اليوم مستشفى سيدة المواليد الجامعة عم يستقبل جمعية أحلى فوضى اللي هي هدفها تقوم بزيارة خاصة بالميديكال تيم، بالطاقم الطبي وأكيد المرضى اللي موجودين بالمستشفى لتزرع فرح، لتزرع أمل جديد عبر إيفنت مهضوم كله أغاني، كله بوزيتيفيتي إيجابية، على أمل إنه تخلق جو بهالبيريد بهالفترة الأزمة الكبيرة اللي عم تقطع على البلد. I'm